السلام عليكم اخواني احبائي اصدقائي. اتعرضت لهجمات كثيره في حياتي، عمري ما طلعت رديت الا بهذه الهجمه الاخيره. للاسف بعض الناس اصطادت بمال عكر، بعض الناس للاسف يمكن ضاجين مني بمسائل معينه طلعوا حرقتهم وقالوا نزار الفارس اساء بالبوست اللي نزله. يا جماعه انا وين الاساءه؟ يا اولي الالباب، يا اصحاب العقول الراجحه، يا مشايخنا الكرام، قولوا لي انا اسأت بشنو؟ انا من قلت امام الحسين عليه السلام اي برج قولوا لي وتؤمنون بالابراج شنو صفاته، ليش ما اخذتوها من باب الحب انه حاب اعرف كل تفاصيله صغيره وكبيره، نحب نعرف ايش ياكل، ايش يشرب، ايش كان يحب؟ ليش ما اخذتوه من باب الحب؟ ليش اخذتوه من باب انه انا استهزئ؟ ليش استهزئ؟ ها؟ اكو شخص يستهزئ؟ يهودي انا حتى استهزئ؟ انا الشيخ اللي براس الشارع، انا شيخ المسجد، والله ما اقدر استهزئ بي. اجي اليوم على البيج مالتي الشخصي استهزئ بريحانة رسول الله؟ انا قبل كم يوم نزل فيديو على انستغرام اقول فيه احب الله من احب حسينا، ريحانة رسول الله. ليش ما اخذتوه من باب انه انا احب اعرف تفاصيله؟ حتى فقط اعرف اليوم والشهر اللي انولد بيه. اقسم برب الكعبة ما مقصدي انه استهزئ، ماكو عاقل يستهزئ، شلون استهزئ؟ حبيت اعرف فقط اليوم والشهر، شوف الناس تعرف اليوم والشهر كلش حلو، ليش اخذتهم باب الاستهزاء؟ حلو انه تعرف اليوم والشهر يجوز يوافق برجك، شخص يوم من الابراج والله نفس برجي، باليوم والشهر اللي انا انولدت به نفس التفاصيل. ليش اخذته من باب الاستهزاء؟ انا ما استهزئ، من قال انه انا استهزئ؟ المجنون اللي هو يستهزئ يا احبائي. نعم في بعض الناس، البعض مو هوايه، اصطادت في المال عكر، يمكن يقول لك نزار الفارس ما راضي على بعض حلقات الإعلامية، استغل فرصة قال خليني من نزار الفارس. لا يا أخواني، أشكر الشيخ شهيد العتابي المحترم، شهيد العتابي نزل مقطع فيديو قال سؤاله ما بي شيء، حاب يعرف كل تفصيلة الإمام الحسين عليه السلام. ليش ما أخذته من هذا الباب؟ نعم السؤال كان بسيط وصغير، بس أنا حاب أعرف كل جزئياته، ولكن سؤال بسيط على كبر إمام الحسين عليه السلام. يمكن البعض قال إنه نزار يمكن يستهزئ، يا الله سبحانه وتعالى يعلم النيات. قولوا يا الله إلى كل مشايخنا الكرام، شوفوا بوستي، شوفوا اللي نزلته، شوفوا هذا الفيديو، هل معقولة شخص يستهزئ؟ يا ناس لا تصل لغة التخوين عندكم أسهل لغة، في يوم وليلة تقول فلان كافر طلع من الملة، فلان راح يدخل النار، فلان راح يدخل الجنة. عمي قولوا يا الله، لغة التخوين ترى مو حلوة. هذا اللي أذى قلبي، إيش قد أنتم سنين تنتقدون نزار الفارس سنين، أنا في اليوم جاوبتكم، فديهم كسرت قلب واحد بيكم، قلت بكيفكم هذا رأيكم على راسي خلي، ما زعلت، بس اليوم زعلت وخذت بخاطري، انكسر خاطري، لأن يا جماعة ما سئت بالقرآن، ما سايق. أغلب القنوات العربية اتصلوا بي من خارج العراق دون يظلمني تصريح مني، والله استحي أطلع أحكي بالموضوع، أطلع شحكي إنساء فهمي، أطلع برا على نفسي بالقنوات. قولوا يا الله زعلان للبعض، اتقوا الله، لا تكون لغة التخوين لغتكم، ترى مو حلو هذا الكلام، باكر الدنيا تفتر بيكم، لا تسيئون الظن بالآخرين. قول يا الله.